بالنسبة للعمل القسمة 51.2 قسمة 6.4، ما خاص تكون عندي فاصلة في مقسوم عليه. إذا باش نحيد الفاصلة خاصني نضرب العدد العشري 6.4 في 10، ونفس العدد نضربه في المقسوم اللي هو 10. إذا 6.4 في 10 تصبح 64، و 51.2 في 10 تصبح 512. إذا ثم أنجز عملية القسمة عادي، عندي رقمان أخذ رقمان، 51 صغر من 64 كان نأخذ 3 أرقام. نشوف على أن 64 مثلا في 8، 8 في 4 32، أحتفظ ب 3، 8 في 6 48 زائد 3 51، إذا 512 هي اللي عندي في المقسوم بالنسبة لهذه الحالة. إذا 8 في 64 512، والباقي هو بعد عملية القسمة هو الصفر.